اولا تفعلنا خيرا بعد في الصحه ديالو اطمئن عليه، كاين تحسن كبير في الصحه ديالو وخلنا ارتياح كبير. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. بالنسبة لنا الخطاب اللي يعمل اليوم كان خطاب تاريخي وكان فيه بعض الإشارات، الخطاب كان فيه اهتمام بالشباب بعدا، ودائما هو كيثير هذه النقاط الاهتمام بهذا الجيل اللي طالع واللي احنا اليوم هو الركيزة الأساسية لهذا البلاد، وفي نفس الوقت ركز على جوج النقاط الاستثمار والماء. الاستثمار قال خاص إزالة العراقيل، وطاع إشارة على أن المراكز الاستثمار كيعرق له الاستثمار في بلادنا، كتجبر واحد العدد الجهات كدير مجهود وكتجيب مستثمر بتكلفة، ومنين كينزل الملف كيجبر عدم التجاوب. خصنا نديرو قطيعة مع هاد الناس، إما يمشوا بحالهم وإما يعودوا النار بطريقة التعامل ديالهم مع هاد الناس مع المستثمر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.